شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر. جزائر جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات ويا بسمة الرب في أرضه. كذلك يبين الله لكم آياته
السلام عليكم. في البداية أريد أن أشكر الذين سمحوا لنا أن نلتقي اليوم وهم في قرار وهم ناظرين أحزاب الأب الذين ساهموا في صنع حدث هام أعطى الجزائر مرة أخرى مكانتها بين الأمم. تحية لهذا الإطارات والناظرين اللي بالأمس جنوا باش حدث 15 أبريل يكون حدث وطني، حدث نقلة نوعية في انتقال السلطة في بلادنا. فعلاً أن 15 أبريل باستعراف العدم الصديق ولأول مرة في دولة من دول العالم الثالث تنتقل السلطة في ظروف حسنة وبطريقة ديمقراطية. هذا حدث هام وهو اللي خلانا نلتقي اليوم ونحتفل به. أيها الأخوة، احتفالنا اليوم هو تلبيه لطلب هذا الإخوان تحتفل بهذا الحدث الكبير اللي في الحقيقة مش بركة نحتفل ويفوز مرشح، ولكن نحتفل بنجاح الجزائر ككل. الجزائر اللي خرجت من مرحلة معينة ومشات إلى مرحلة إن شاء الله تكون الأخيرة، مرحلة اللا رجوع، مرحلة الديمقراطية. فلذلك خصصنا لهؤلاء الشباب شهادات شرفيه.
دي ما غلطات يا رب. شهادة نورك يا نصير. نو إسماعيل، نو إسماعيل، أنت كان موجود. نو إسماعيل. نقدمها أخوها عزيز نور. Thank you.
يا بدر طالع يا بدر طالع
كشف كل بسيطة، يجعل افعالك زيتون في التنطيقة، ويجعل اقوالك تفاح في تنشيقة. رباية بمدين العدو ليس يطيقة، اعدل عزيزي ما يهمنا الحلاج والشديقة. اعدل عزيزي ما يهمنا الحلاج والشديقة. اعدل عزيزي ما يهمنا الحلاج والشديقة. الحلاج والشديقة. البلاد طالعناها، البلاد طالعناها يتيمة تنوح فاك دبابها، العدو يذبح في العزة وضناها، كيفاش تصبر على المفارقة قرباها؟ وياسر خسائر في الحق ما طبناها، ثماش من ينهر عليه سباها، يصفي به بالجاز والحنيقة، كل ما يتضرع كيشوفه الضاها، تبعد الغضب وكسر الفريقة. فكر العاقل، فكر العاقل رد العزيز الضاها، فاتت سنين طوال بالظلم ما ننساها، إن شاء الله الصواعق تحيا وترجع لمجراها، وننسوا أيام الخوف ومصانيقة. بلادي يتعاني، بلادي يتعاني من جروح عطيبة، الأحوال صعبت من أهوال عصيبة، داية على سلطان مولى هيبة، بالعجل يفحص أمراضنا بحقيقة. عبد العزيز، عبد العزيز بالعز بالعز ديما شايب، ناهض ورايق في السوابق، في السوابق قايد، قداش دخلت على يديه كفايب، يا صور للأوطان حازم حايب، يصعب على الهماز ومساندة ورفيقة. أنت والجيش صور محايب، العدو يقرب تقلبوه جنايب، بالحب والإخلاص بطني بايب، الأخضر يرفرف فوق روسنا بجوايب، يعرض ويضحك باهية تخفيقة. الجزائر ترجع، الجزائر ترجع كيبل من يفعلها، لحجب الصايل جي وقرب منها، ربي يعينه على الصعب يسهلها، الحالق العارف الواح لا يفصلها، تخلص بنشطة ما تشوفش التزليقة. متعمق بالحق، متعمق بالحق شاهدات أفكاره، ربي يحميه من العديان هو انصاره، يجعل أعوامه قاجات انطاره، زرعه مسبل زاهي بنواره، يصلح ثماره يكثر، يصلح ثماره يكثر أعماره، مولى الشرف في العلم بحر عميقة. أزمة رجال، أزمة رجال ليس مال، شدوا زيروا ساحة العمال، ولت بطالة ظاهرة في الحال، الفقر على وطننا مو حال، معادن كثيرة كالسيل صب دقيقة، ترجى صلحك يا ظلم في الأشبال، قادر الخالق ينصرك دقيقة. نختم كلامي نرحم على الشهداء الأبطال، ونتحي الجيش والنضال، وتحيا الجزائر والرئيس بوتفليقة. Thank you.
نشوفك انا بس عارف تفضل احنا بنزلها هاي مقطعك انت انت بدنا من جماعه سماعي خفي تنظيم مسيرة شعبية منددة بالإرهاب ومع انتشار الخبر وتحديد المكان والزمان خرج سكان هذه الدائرة المجاهدة الفخورة بتاريخها النضال العريق والتي قدمت على مذبح الحرية عشرات الشهداء ملبية نداء الوطن الجريح كما فعل أسلافها بالأمس. ها هي الجماهير كما تشاهدون أيها الإخوة. خرجت على بكرة أبيها رجالا ونساء أطفالا وشيوخا
الإخوة خرجت على بكرة أبيها رجالا ونساء أطفالا وشيوخا. أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة للانطلاق، وعلى الساعة 10 سيدق النشيد الوطني سماء هذه الدائرة، ويرفرف العلم الوطني علم جيش التحرير. فسبحان الله ولا إله إلا الله، ها هو التاريخ يعود نفسه، ها هو التاريخ يعيد نفسه أيها الإخوة. فمن هذا المكان بالذات ومع دخول القوافل الأولى من المجاهدين سنة 1962 رفرف أول علم وطني على واجهة هذه الدكاكين القديمة، وبالضبط في سوق البياضة. أيها الإخوان، لنقم جميعا بالإعداد والاتباع للناشر الرسمي. ها هي أيها الإخوة الطلائع الأولى من المسيرة، تتصدرها الكشافة الإسلامية الجزائرية في جو حماسي فياض اختلطت فيه زغاريد النسوة بالدموع، فكان الحماس فياضا وكانت الشعارات براقة منددة بالإرهاب ومؤيدة للسيد رئيس الدولة اليمين زروال في مسعاه من أجل انتخابات الرئاسية والعودة إلى السلم المدني. Oh.
تتقدم بها المسيرة يزداد الحماس والشعور بحب الوطن، ولهذا نهدي هذا النشيد.
لعم المسالحة الوطنية لا للكنيسة لا لتدخل أجنبي لا للتدخل الأجنبي لا للتدخل الأجنبي لا للكنيسة لعم المسالحة مع المخلصين Let's go.
القانون ايتها المؤثرات الهدوء ونحافظ جميعا على هذه المدينه ونحترم جميعا. لا للخونة، لا للإرهاب، لا للمجرمين، لا للعنف. أيها الإخوة، لا للإرهاب ولا للعنف. فلتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. جزائر مليون ونصف المليون شهيد. تحيا مبادئ اول نظام. Come on!
تهديدكم واستنكاركم للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعاني منها الجزائر والتي من فكت تحاك ضد بلادنا من الداخل ومن الخارج. وإن خروجكم هذا في هذه المسيرة الحاسدة دليل قاطع على تمسككم بمبادئه وقيمه أول نوفمبر 54 وهي تضحية الجسام التي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون من الشهداء. لنا لسنا محتاجين إلى من يلقننا دروسا تأتي من وراء البحار، بل أن حلائر ومن طرف كل أبنائها المخلصين. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن جميع المواطنين، وأشكر مواطني بلدي، أشكر أمامكم لأنني سأرفع هذه اللائحة إلى السلطات المختصة والتي سترفعها بدورها إلى السيد رئيس الدولة. تحية للطائر والسلام عليكم، وأشكركم للمرة الثانية على هذه الحفاوة وعلى هذه الروح الوطنية التي تتجسد وتتجلى من خلال هذه المسيرة العارمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبرج والخروج للشهداء الأوراق، والبرج والخروج للشهداء الأوراق.
كلمة مختصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني شخصيا فوجئت بهذه المسيرة الضخمة وكذلك بالتنظيم المحكم الذي قام به المكلفون بهذه العملية. لا أطيل عليكم كلمة كنت تلقيتها فإنما حوصل فقط نشكر جميع المواطنين الذين شاركونا في هذه المسيرة التلقائية، هذه المسيرة التي تعبر عن تمسك الشعب الجزائري بأصالته وبوطنيته وبدينه. نشكر كذلك مصالح الأمن من درك وشرطة وشرطة بلدية، ونشكر كذلك رجال الإسعاف الذين أبوا أن يشاركوننا هذه المسيرة، كما أنوه بالمجهودات التي قام بها جميع المشاركين في هذه المسيرة. والمعذرة بالنسبة للأمن، أنا كنت أقصد للأمن بصفة عامة، وأخص بالذكر كذلك الأمن العسكري الذي هو موجود دائما في الميدان. إذن تقييم لهذه المسيرة في ذاتها بعد تعبر على نفسها، وهذا يعني ليس بجديد خاصة بالنسبة للشعب الجزائري وبصفة خاصة بالنسبة لسكان بلدية البيضاء المعروفون أبناء الثورة التحريرية بتضحياتهم الجسام التي قدموها فداء لهذا الوطن الغالي. وأخيرا نتمنى لكم النجاح إن شاء الله في مهامكم النبيلة الأخرى والتي تنتظركم، وهي مهام المتعلقة بمسيرة التنمية وتضحيات أخرى نحو هذا الوطن. كما أنوه بكلمة واحدة فقط، وهي تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر.